وعلى شرف والد العريس السيد شهد صبور أبو سامي، وعلى شرف عم العريس السيد هاني صبور أبو نور، وباسم أخو العريس ياسر الجندي بنرحب بكل الحضور الكريم اللي شرفونا اليوم على حفلة عريسنا الغالي سامي، وإن شاء الله يا رب عقبال عندكم الأفراح جميعا. إن شاء الله حشارككم هذا الحفل فرقة رواسي غزة للتراث البدوي بإدارة الشايب، حيكون معنا أخونا الفنان والبديع ضيف الشرف الفنان والبديع محمود أبو خماش، وحيشاركنا في الليلة السعيدة استديو فيديو كودز وإضاءات عيسى شقور، وقهوة المدني حبيبنا المدني الله يحييكم جميعا. كل التحية مقدمة من نسيب العريس السيد ياسر صبور أبو محمد، وتحية مقدمة من نسيب العريس سيد أبو سامي نافذ أبو محمد، وأحمد القرة أبو العبد، وأحمد أبو صغيلة، وكل التحيات من ابن العم ابن عم العريس أبناء ناجي صبور، وأجمل التهاني والتبركات مقدمة من أصدقاء العريس فادي صبور ونادر أبو شام وحبيبنا محمد أبو ندى وربح فياض وإسلام أبو عابد أبو حبيب وإبراهيم سومي محمد أبو دكة أبو المجد وسيم أبو دكة علاء خالد أيوب ياسر أبو صلاح مازن أبو عواد وأبو أيلول وأبو جوليا وأحمد أبو لولو، وكل التحيات لشباب عائلة صمور حياكم الله. خلينا حبيبنا نروح على استقبال العريس، يا ريت حبيب العريس جاهزوا حالكم بعد الموال نستقبل العريس. بنحييكم جميعا يا اخوان، عشان زي ما انتم عارفين احنا شغلنا فيش فيه تحيات، بنحيي الوجوه الغانمه جميعا كل حي باسمه وبلقبه، واهلا وسهلا فيكم جميعا. بنحيي كل عائلات بني السيله وعائلات خان يونس والضيوف اللي شرفونا من الشمال والجنوب والشرق والغرب، اهلا وسهلا فيهم جميعا. يا ولا يا ابو سامي على رحابك هالمحلين، يا ولا وبدال محل ومشرع محلين، يا ولا عند الصمور تجمعوا ضيوف ومحلين، والله في فرحك يا سامي تجمع ضيوف وقرايا، يا ويل حالي يا ويلي ما 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 لا 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 يا بار. يلا حبيبنا نسمع الصلاة على النبي ونسمع أهل زكف الأهل عريس سامي واخو العريس الجنجي، يلا 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 يلا
سامي قمر طالع بالعالي يا جندي وانت على الدرب غاليك احلى سامي قمر طالع بالعالي حي الجندي وانت على الدرب غاليك
على 101.